السلام عليكم، اسمي نبيل شلاوي. الاسم ديال الدري ياسر، زاد نهار 4 في شهر 1. المشكل اللي عنده هو لا عنده محلوله، وعنده رفتق هنايا على جوج جويه، ورجيلاتو دايرين ما كاملينش، ما عندوش الركبات، عنده غير الفخذ. وعطاونا راديوات ديال القلب وديال الكلاوي، قالك شاكين في الكلاوي ما كي خدامينش، والقلب حتى هو شاكين اللي يكون فيه شي تشوه. وخصيتين قالنا الطبيب الاول ما عندوش، قالك من هنا العامله كانوا طالعين غادي يهبطوا، والطبيب الثاني اللي عطانا دوك الراديوات قال لنا ما عندوش. والحمد لله على قدر الله. هي في 4 شهور كانت كتجي، كان غادي يطيح لها في 4 شهور، وكانت مشات عند واحد الطبيب وعطاتها شي فانيد باش ما يطيحش لها. المهم درنا التلفازة حتى على 7 شهور، درنا التلفازة وقالنا، قالت لنا الطبيبة في الاولى قالت لنا راه رجلي ما بانوش لينا كاملين. ومشينا عند التلفازة الثانية حتى هو قال لنا نفس المشكل، قال لنا رجلي ما بينينش. وعطانا واحد نمشيو عند نديرو التلفازة الكبيرة، ما عنديش باش ندير تلفازة كبيرة وما درناش. قلت له داكشي ديال الله، خلي اللي جات من عند الله مرحبا بها. انا الخدمة على قد الحال، مرة كنخدم مرة ما كنخدمش. كاري ب 26000 ريال وما استطعتيش باش ندير لي انا هادشي كامل، العمليه والراديوات ما عرفتهمش انا بشحال. ياسر هو الابن ديالي الاول، وبغيتو يعيش، ما بغيتوش يطرالي شي حاجه. شي هو الاول اللي عندي، طالبين دابا راديوات باش حتى عنده غادي يدخل الجراحه العمليات. قال لك بغاني دوك الراديوات يتاكدوا من القلب ومن الكلاوي، عادي يمكن يشوفوا لي العمليات يمشي يديرهم، عمليه ديال الفتق وديال الرجلين. ولا يا فيما كنجبدو كبدا تبكي، و كنطلب من المحسنين يعاونونا، ورجع في الله، الله يجازيهم بخير. انا كنطلب من الله ومن الناس يعاونوا باش يردوا له رجلاتو هكا، باش يلبس غير صبيبطات، حتى المشي الا ما تمشاش نديرو في كروسه ونجرو ماشي مشكل، ويدير عمليات ديال الفتق، ويدير عمليه باش يبقى ياكل مسكين. دابا كنعاونو غير بالرضاع، الرضاع ما كيقدرش يرضع، كنعاونو باش يرضع. والله يجازي بخير الناس. كيبدا يخرخر بالليل، ما كيخلعنا بالليل بزاف، كنوضو نبقاو سهرانين معاه، تحسي بيه بحال كيتجي، بحال كيبدا. أمر الله هذا، الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.